فكرة ان انت يبقى نسبة تسديدك 80% وزميلك 90% انت بتسدد. كهرباء ممكن يبقى هو نسبة تسديده 90% وزميله 95 هيباصي. انا بقول دي امثلة يعني. تمام؟ طيب عندنا حاجتين. اول حاجة الفينش نفسه، انك بتوصل كتير وبتضيع، دي ما فيهاش ملهاش علاقة، ده مش طمع، انت اوريدي انفراد. فهي انت لازم تتعامل شغل تخصصي اللي بيقال عليه، يعني تمارين تخصصية عشان ازاي تعرف تفينش اصلا، تتخلص الكورة. عشان كده كان في فرق كبير جدا، والناس قالت الفرق ما بين الفينش بتاع كهربا مثلا في ماتش سموحه واللي كان شريف وشادي حسين بيضيعوه ما قبل مباراه سموحه، الفينش بتاع فيليسيتاو نفسه في مباراه اوكلاند والانفرادات اللي كان بيضيعها شريف وشادي حسين ما قبل مباراه اوكلاند. فبالتالي هنا دي عندي ده شق. الشق الثاني هو اللي احنا اتكلمنا فيه، فكره ان انت نسبتك قد ايه في التهديف. انا بشوف ان هو المهاجم لازم يهاجم، المهاجم لازم يجيب اجوان، بس عشان يجيب اجوان لازم يبقى يعالج الحاجتين دول، يبقى عنده القدره على الفينش ان هو الافكتيف بتاعه يعلى، نسبه الكونفرجن ليه تعلى، ان انا الشوطه بتاعتي بجيب من كل كام شوطه جول. والحته الثانيه اختيار انت اصلا هلعب على المرمى وانت تلعب مع زمايلي. لو عالجت الاثنين دول انت الكواليتي بتاعك بيعلى، بتروح في حته ثانيه خالص كمهاجم.